بكرة مهم من السلالة ديال مونبيليار، صاحبها هو بنان ياسر، في حد ولاد فرج في إقليم جديدة، ادينا كتميز بالحليب وباللحم جوج، كتعطينا من 36 حتى 46 على حسب الوزن ديالها، على حسب احنا دينا الجائزة الأولى ذاك العام وهذا العام الجائزة الثانية بالنسبة للعجلة ذاك العام وهذا العام بالنسبة للبقرة. هو هذا العام زيد بالنسبة مقارنة مع العام اللي فات، هذا العام زيد شوية والحمد لله. وهو كاين تأثير العلف، كل مرة كيقولوا الفلاحة كاملين العلف، أنا خص شوية باش هذا المشروع يستمر وباش تكمل خص ضروري العلف. بالنسبه لدابا راك عارف التبال ديال التبن شحال وصل، عارف كلشي يعني شويه، ان الناس ولاو كيجبدوا دابا من فلوسهم اللي كانوا يصوروهم شحال هادي ولاو كيجبدوهم دابا. وبقات البليه، بقات البليه دابا، البليه اللي كاينه اللي فيه شي بليه راه فيه، اما باش تقول لي ما الرباح راه ما كاينش، الرباح ما كاينش، بقى ذاك تشم ريحه ريحه البقره. الناس اثمينا بحال دابا هادي، دابا هي الجائزة الثانية، باش جبنا الجائزة الثانية هاكا ها اول بقرة وسط، يعني كتخسر فلوس، هادي راه تساوي واحد 45000 درهم، كاينة 35 كاينة 40 على حسب البقر ما بقاتش.